السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة كروشيه كافيه. النهاردة هنتعلم طريقة عمل ايس كاب بغرزة البريد الامامي والبريد الخلفي. وطبعا الغرزة دي احنا اشتغلنا بيها كتير جدا في فيديوهات قبل كده، باغلب البنات اللي بتشتغل كروشيه عارفينها، وكمان شرحتها بالتفصيل في دروس تعليم المبتدئين. وانا عملت منها ايس كاب رجالي واستخدمت فيها اللون الكحلي او الازرق الغامق، بس طبعا اكيد نفس الايس كاب ده ينفع نسائي وينفع للاطفال. فلو غيرتي في اللون وعملتيه مثلا باللون الاحمر، الفوشيا، الاوف وايت، اي لون يعجبك، هتلاقي انه الشكل اختلف تماما. كمان انا في رايي الشخصي انه غرزه البريد الامامي والخلفي هي من احسن الغرز اللي ممكن يتعمل منها ايس كاب، خاصه لو رجالي، لان هي غرزه سامبل وشيك وبتليق على اي ستايل وعلى اي سن. وانا كمان عملت من نفس الغرزه كوفيه رجالي، ولو حابين ممكن انه اعمل لكم عنها فيديو واشرح لكم فيه خطوات ومقاسات عمل الكوفيه من نفس الغرزه. بس احنا النهارده هنتعلم طريقه عمل الايس كاب، فان شاء الله يعجبكم، وتعالوا على طول نبدا ونشوف الطريقه. بالنسبه للخيوط اللي هستخدمها لعمل الايس كاب، فانا هشتغل بخيوط هيمالايا افري داي. وطبعا الخيوط دي احنا اشتغلنا بيها كتير جدا في فيديوهات قبل كده، وانا دايما بقول لكم انه انا بفضل الخيوط دي لان هي ناعمه ومريحه على البشره، مش بتسبب اي حساسيه، وخاصه كمان النوع ده اسمه افري داي بيبي، فكمان هيبقى انعم ومريح اكتر على البشره. وهستخدم معاها ابره كروشيه مقاس 4 ملم. وعايزه اوضح انه طبعا انت ممكن تشتغلي باي نوع خيط انت عاوزاه مع مقاس الابره المناسب، بس بشكل عام يفضل عمل الطاقيه بغرزه البريد الامامي والبريد الخلفي ان انت تشتغلي بخيوط تكون متوسطه السمك مع ابره كروشيه مقاس 4 او 5 مللي، عشان الشغل بتاعك يبقى متناسق اكتر وقريب من الشغل الجاهز. بالنسبه لكميه الخيط اللي هحتاجها لعمل الايس كاب من نوعيه الخيط ده، فالخيط ده عندي عدد الامتار فيه 330 متر، وده عدد ممتاز جدا، معناه انه هيوفر معايا اكتر في الخيط. فعشان اعمل الايس كاب من الخيط ده هحتاج يعني زياده عن نص شله بحاجه بسيطه، يعني حوالي تقريبا 60 جرام. وطبعا لو انت بتشتغلي من نوعيه خيط تانيه وعدد الامتار فيه اقل، مثلا 260 متر، فبرضو مش هتزودي عن شله، يعني هتحتاجي تقريبا شله الا ربع، يعني تقريبا حوالي 80 او 90 جرام بالكتير. هنبدأ نشوف خطوات عمل الطاقية او الايس كاب. والمرة دي احنا هنعمل الطاقية بطريقة مختلفة عن فيديوهات الطواقي اللي قدمتها قبل كده، فاحنا المرة دي هنشتغل الطاقية من اسفل لاعلى. وميزة الطريقة دي ان هي هتسهل على البنات اللي بتبقى عايزة تعمل طاقية بس دايما عندها مشكلة في كروشيه الدايرة وفي التزايد، فيخليكي تتجنبي ان انت تشتغلي كروشيه الدايرة. وكمان ميزة الطريقة دي ان هي تخليكي تقدري ان انت تعملي الايس كاب من اي غرزة انت عاوزاها. فطبعا زي ما احنا عارفين انه مش كل الغرز نقدر انه نعمل منها دايره او نشتغل فيها تزايد، فالطريقه دي هتخليك تقدري تشتغلي ايس كاب من اي غرزه انت عاوزاها. فعشان نعمل الايس كاب بغرزه البريد الامامي والخلفي، لازم طبعا هنبدا بعدد من السلاسل ويكون عدد زوجي، وطول السلسله دي لازم يكون مناسب لدوران او محيط الراس. فعشان ناخد مقاس دوران الراس بالكامل، فهنشتغل سلسله من اي عدد زوجي، وهنبدا ان احنا نقيس السلسله على منطقه الراس بالشكل ده كده. اوكي، واهم حاجه انه السلسله تبقى مرتاحه بشكل معقول، ما تبقاش واسعه قوي ولا ضيقه. وكمان ناخد بالنا واحنا بنقيس السلسله ان هي تبقى من اسفل، اوكي، هنا من اسفل الراس، بلاش تبقى يعني على الراس من فوق، لا هنقيس من اسفل، لان هي دي الطريقه اللي بيتلبس منها الايس كاب. هتبقى السلسله من اسفل الراس لحد اعلى زي ما احنا شايفين كده. دي طريقه اخذ مقاس محيط او دوران الراس. بعد ما بنشتغل عدد زوجي من السلاسل على مقاس محيط الرأس بنفس الخطوات اللي وضحتها، انا هنا بالنسبة للمقاس اللي انا بعمله سمك الخيط ومقاس الابرة اللي انا بشتغل بيه، طلع عدد السلاسل عندي 102 سلسلة. وبعد ما بنشتغل عدد السلاسل المطلوب بنقفلهم بغرزة منزلقة. وزي ما دايما بقول لكم انه لما بنقفل سلسلة طويلة بغرزة منزلقة، اهم حاجة ان السلسلة ما تلفش مننا، ونفردها بالشكل ده كده بحيث انه حرف الفي هيبقى مستوي قدامنا، ونفرد السلسلة لحد ما نوصل عند اول سلسلة بدأنا بيها ونقفل فيها بغرزة منزلقة. بعد ما بنقفل السلسلة بمنزلقة بنرتفع باتنين سلسلة، وفي نفس السلسلة اللي احنا وصلنا فيها الخيط وارتفعنا باتنين سلسلة هشتغل اول غرزة عمود بلفة، وهبتدي اسس راوند من غرزة العمود بلفة عشان اقدر انه اشتغل عليه وابدأ في غرزة البريد الامامي والخلفي.
وعايزه اوضح لو انت مبتدئه او بتتابعيني لاول مره ومش عارفه طريقه عمل الغرزه، فيفضل ان انت ترجعي لدروس تعليم المبتدئين الدرس رقم 17. انا شرحت الغرزه بالتفصيل لانه التركيز في الفيديو ده هيبقى على طريقه عمل الايس كاب مش على طريقه عمل الغرزه، فيفضل ان انت لو مش عارفاه ترجعي للدرس رقم 17. فانا هكمل، ومفروض انه في نهايه الراوند ده برضو يبقى عندي 102 غرزه عمود بلفه. وصلت لنهايه الراوند وعديت العواميد طول ما انا بشتغل، وتاكدت انه عدد العواميد عندي ثابت 102 غرزه عمود. وبعد كده هتجاهل ارتفاع الاثنين سلسله وهروح عند اول غرزه عمود بدات بيها وهقفل فيها بغرزه منزلقه. بعد كده هبتدي اشتغل راوند من غرزه البريد الامامي والخلفي، فهرتفع باثنين سلسله، والاثنين سلسله دول هحسبهم معايا اول غرزه بريد خلفي وهيحلوا عندي مكان اول غرزه عمود. اوكي ناخد بالنا ده ارتفاع الاثنين سلسله، ودي اول غرزه عمود اللي انا قفلت فيها بمنزلقه، فالاثنين سلسله هتحل مكان غرزه العمود، وهروح على غرزه العمود اللي بعدها وهشتغل فيها بريد امامي. اوكي وبعدين الغرزه اللي بعدها هتبقى بريد خلفي، والغرزه اللي بعدها بريد امامي، وهكرر لغاية نهاية الراوند بريد خلفي بريد امامي لحد ما اوصل لنهاية الراوند. قربت على نهاية الراوند وماشي بنفس التسلسل، واخر حاجة هنا عندي غرزة بريد خلفي، وفي غرزة العمود الاخيرة هشتغل غرزة بريد امامي. وعشان تتأكدي انه شغلك صحيح لازم دايما هتنتهي بغرزة بريد امامي، وهنا في عندي ارتفاع الاثنين سلسلة دي اللي هي غرزة البريد الخلفي، فهروح على طول على السلسلة التانية وهقفل فيها بغرزة منزلقة. كده انا خلصت الراوند وهبدأ في الراوند اللي بعديه وارتفع باثنين سلسلة، دي اول غرزة بريد خلفي، وهروح على طول على غرزة البريد الامامي واشتغل فيها بريد امامي، وغرزة البريد الخلفي هشتغل فيها بريد خلفي، واللي بعدها امامي، واللي بعدها بريد خلفي. وهكرر بنفس الخطوات اللي احنا عارفينها، في غرزة البريد الامامي هشتغل بريد امامي، وفي غرزة البريد الخلفي هشتغل بغرزة بريد خلفي، لحد ما اوصل لنهاية الراوند واقفل بغرزة منزلقة في ارتفاع السلسلة التانية، وبعدين ارتفع باثنين سلسلة، وفي اول غرزة بريد امامي هشتغل بريد امامي، وهكذا. وهفضل اكرر نفس الخطوات لحد ما ارتفاع القطعة دي يوصل معايا لأقل من الطول المطلوب بحوالي 3 سنتي. فارتفاع الطاقية أو طول الطاقية للكبار بشكل عام بيبقى حوالي من 20 لـ21 سنتي، فأنا هشتغل القطعة دي أقل بـ3 سنتي، يعني هفضل اشتغل لحد ما ارتفاع القطعة دي يوصل معايا لحوالي 17 سنتي. وانتي أيا كان مقاس الطاقية اللي انتي بتعمليه، فهتقيسي مثلا طول أي طاقية مثلا كانت موجودة عندك من قبل كده، هتشوفي الطول بتاعها يساوي كام، وهتعملي أقل من طول الطاقية بحوالي 3 سنتي. فانا بالنسبه لي هنا هفضل اكرر نفس الخطوات، هشتغل راوندات من غرزه البريد الامامي والخلفي لحد ما ارتفاع القطعه يوصل معايا ل 17 سنتي. بعد ما فضلت اشتغل راوندات من غرزه البريد الامامي والخلفي، القطعه بقت بالشكل ده كده، وهبدا دلوقتي اقيس طول القطعه. فهنا طول القطعه وصل عندي بالظبط ل 17 سنتي، فهبدأ دلوقتي الـ3 سنتي اللي فاضلين هبتدي اشتغل فيهم التناقص عشان القطعة تبتدي تضم من فوق وتاخد الشكل الطبيعي للايس كاب. فهبتدي اول راوند من التناقص، وهرتفع باثنين سلسلة، والمرة دي هشتغل غرزة بريد خلفي، فهنزل بالابرة هنا في على ارتفاع الاثنين سلسلة، وهشتغل غرزة بريد خلفي ومش هكملها لاخر. اوكي هسحب الخيط وهطلع من حلقتين بس. اوكي وبعدين هروح على غرزة البريد الامامي وهشتغل غرزة عمود ومش هكملها لاخر. اوكي انا كده اشتغلت تناقص في الغرزتين، فضل عندي 3 حلقات هلف الخيط واسحب واطلع من 3 حلقات الموجودين على الابرة، نفس التناقص العادي لغرزة العمود بلفة. تمام بعد كده هروح على الغرزتين اللي بعدهم اشتغل فيهم تناقص، غرزة البريد الخلفي هشتغل فيها بريد خلفي بس مش هكملها للاخر، وهروح على غرزة البريد الامامي اسحب الخيط واطلع من حلقتين بس ومش هكملها للاخر. فضل عندي 3 حلقات
هلف الخيط واطلع من الثلاث حلقات كلهم مرة واحدة، تمام، واكرر تناقص في كل الغرز الموجودة عندي. كل غرزتين هشتغل فيهم تناقص، دي غرزة البريد الخلفي هشتغل فيها غرزة عمود ومش هكملها للآخر، واروح على غرزة البريد الأمامي واشتغل فيها عمود ومش هكمل للآخر، وبعدين اطلع من كل الحلقات الموجودة على الإبرة. قربت على نهاية الراوند، واخر حاجة انا عندي غرزة بريد خلفي وبريد امامي، فهشتغل فيهم اخر تناقص. وهنا خلاص وصلت لنهاية الراوند، ده اول تناقص عندي بدأت بيه، والمفروض ان ده حرف الفي لاول تناقص، بس برضو عشان اقلل اكتر من الغرز انا مش هقفل في اول حرف في، لا هروح على التناقص اللي بعديه وهقفل هنا في حرف الفي للتناقص اللي بعده. اوكي، بعد كده هبدأ في راوند التناقص اللي بعديه، وكل الشغل هيبقى بس في غرزة البريد الامامي. فاحنا عندنا هنا في كل الغرز في التناقص عندنا غرزة بريد خلفي وبريد امامي، بريد خلفي وبريد امامي. اوكي، زي ما احنا شايفين غرزة البريد الامامي بارزة قدامنا، ووراها على طول غرزة البريد الخلفي، فاحنا شغلنا بس هيبقى في غرزة البريد الامامي. فهرتفع باتنين سلسلة، اوكي، وهبدأ اشتغل من هنا من نفس الغرزة اللي انا ارتفعت من عندها، ومش هدخل بالإبرة واخد الغرزتين، لا انا هركز بس على غرزة البريد الامامي. فهدخل بالإبرة هنا، اوكي، دي هنا عندي غرزة البريد الامامي، واسحب الخيط واشتغل غرزة بريد امامي، تمام. وبرضو عشان ممكن انت تتلخبطي، فيفضل ان انت تعلمي هنا بداية الراوند، تمام. وبعدين هروح على الغرزة اللي بعدها، برضو مش هدخل بالإبرة واخد الغرزتين، لانه لو دخلت الغرزتين انا كده ما عملتش تناقص، فهسيب غرزة البريد الخلفي وهركز بس على غرزة البريد الامامي وهشتغل فيها بريد امامي. اوكي، واكرر نفس الخطوات، ناخد بالنا مش هندخل بالإبرة كده، لا احنا بس هنركز على غرزة البريد الامامي. اوكي، واروح على الغرزه اللي بعدها، واخدين بالنا مش هدخل كده بالابره، لا هدخل من على يمين غرزه البريد الامامي وهشتغل بريد امامي، واروح على الغرزه اللي بعدها، تمام، واشتغل بريد امامي. قربت على نهاية الراوند، واخر حاجة انا عندي غرزة بريد امامي، وده اول غرزة بريد امامي بدأت بيها، فبرضو هتجاهل الغرزة اللي فيها العلامة وهقفل في غرزة البريد اللي بعدها، تمام. هبدأ في اخر راوند من التناقص، وهيبقى في كل غرز البريد الامامي، فهرتفع باتنين سلسلة، وهنا في نفس غرزة البريد الامامي اللي انا ارتفعت من عندها هدخل بالابرة وهشتغل غرزة بريد امامي ومش هكملها للاخر، وهروح على البريد الامامي اللي بعديه ومش هكملها للاخر، واطلع من الثلاث حلقات الموجودين على الابرة، واكرر غرزتين البريد الامامي اللي بعدهم هشتغل فيهم تناقص، دي اول غرزة ودي اللي بعدها، واسحب الخيط. اوكي، والغرزتين اللي بعدهم هطلع من حلقتين، واروح على الغرزة اللي بعدها واطلع من حلقتين، واطلع من الثلاث حلقات، واكرر لغاية نهاية الراوند. قربت على نهاية الراوند، وهنا اخر غرزتين بريد امامي هشتغل فيهم تناقص. وهنا وصلت عند اول تناقص بدأت بيه، اوكي، ناخد بالنا. وبرضو طبعا لو انت مبتدأ او بتتلخبطي، يفضل ان انت تستعملي علامة الغرز. هنا عندي ارتفاع الاتنين سلسلة، وده اول تناقص بدأت بيه، فالمفروض انه اقفل هنا، بس انا برضو هتجاهل اول تناقص وهروح على التناقص اللي بعديه واقفل هنا بغرزة منزلقة، تمام. زي ما احنا شايفين المفروض انه الشغل بتاعنا بقى من فوق مضموم اكتر، اوكي. وهنبدأ في اخر تناقص، الراوند اللي بعديه ده هيبقى اخر تناقص، وهرتفع باتنين سلسلة،
وهشتغل بس في غرز البريد الامامي اللي انا اشتغلت فيها التناقص، وهاخد معايا اول غرزتين بريد امامي وهشتغل فيهم بريد امامي، وهنا ده التناقص اللي بعديه هشتغل فيه بريد امامي، وده اللي بعديه، واكرر لغاية نهاية الراوند. قربت على نهاية الراوند، ودي اخر غرزة بريد امامي عندي هشتغل فيها في نهاية الراوند. وهنا خلاص وصلت عند اول غرزة بريد امامي بدأت بيها، ده هنا عندي ارتفاع لاتنين سلسلة، ودي اول غرزة بريد امامي، فبرضو هتجاهل اول غرزة واروح اقفل بغرزة منزلقة في الغرزة اللي بعدها. اوكي، ودلوقتي خلاص المفروض انه الطاقية بقت عندنا مضمومة من فوق بالشكل ده كده. اوكي، فانا هقص الخيط، انا اوريدي هنا قصيت الخيط، وهنسيب منه مسافة كافية عشان نقدر انه نخيط بيها ونكمل بقية تقفيل الطاقية. وبعد ما قفلنا بغرزة منزلقة هشتغل غرزة سلسلة وانهي الشغل. بعد كده هنلضم الخيط في ابرة التنظيف، وهدخل بالابرة هنا تحت حلقات حرف الفي. تمام، فهدخل هنا بالابرة اوكي، وابتدي اسحب الخيط واروح على حرف الفي اللي بعده وادخل بالابرة. اوكي، واروح على حرف الفي اللي بعديه، واكرر في كل الغرز الموجودة عندي. وبعد ما بكون دخلت الإبرة تقريبا تحت كل حلقات حرف الفي ببتدي انه اشد الخيط. اوكي، هدخل هنا كمان واكمل، احاول انه اضيق الشغل اكتر. واشد الخيط وادخل بالابرة في الاتجاه المقابل. اوكي، واحاول انه اشتغل بالابرة في الاتجاه من الناحية التانية. اوكي، ومهم جدا انه نتأكد ان احنا قفلنا الفراغ ده كويس جدا عشان ما يفكش بعد كده مع اللبس والاستعمال. كده احنا خلصنا شغلنا، وزي ما احنا شايفين الطاقية شكلها متناسق جدا وتكاد تكون قريبة من الشغل الجاهز، ومش باين فيها اي خطوط بارزة نتيجة الارتفاع باتنين سلسلة والوصل بغرزة منزلقة. على فكرة هو ده الخط اللي احنا كنا بنرتفع فيه باتنين سلسلة وبنقفل بمنزلقة، زي ما احنا شايفين شكله يعتبر متناسق جدا مع بقية الطاقية، وحتى كمان الجزء العلوي من الطاقية ده في اللبس بيبقى مستوي تماما وبياخد شكل ودوران الرأس. وبالنسبة لطول الطاقية، فهنا الطول النهائي للطاقية وصل عندي يعني حوالي تقريبا ل 20.5 سنتي طول الطاقية، 20.5 سنتي، والطول ده هيبقى مناسب جدا جدا للطوائل الكبار زي ما وضحت.
وبكده احنا خلصنا شغلنا. ان شاء الله الفيديو عجبكم وتستفيدوا منه. بشكركم جدا جدا للمتابعة، وللي بيتابعوني اول مرة وحابين يفضلوا يتابعوني دايما ويكونوا اول ناس توصل لهم الفيديوهات الجديدة، ادخلوا على اليوتيوب واعملوا سيرش عن قناة كروشيه كافيه بالعربي او بالانجليش، واضغطوا تحت اي فيديو من فيديوهاتي على كلمة اشتراك او سبسكرايب، وكمان تابعوني من خلال صفحة قناة كروشيه كافيه على الفيسبوك وعلى الانستجرام، وكل اللينكات دي هتلاقوها موجودة تحت الفيديو. واستنوني ان شاء الله لسه في فيديوهات اكتر. السلام عليكم ورحمة الله.